السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، تلاميذ الأولى ثانوي، جبت لكم موضوع هايل بزاف بزاف في الاختبار تلاميذي. هذا الموضوع غادي تظن أنه ما يطيح لكش في الاختبار، ولكن يطيح لك إن شاء الله، ما يعطي لكش application letter ويعطي لك هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني يهدر على getting to know each other، يعني التعرف على بعضياتنا. اوكي، النص هو التعرف على بعضنا البعض. اوكي، هذه الرساله راح نشوفوا النوع تاعها اولا تلاميذي لما نقراو النص ونفهموه بيبيا. يخص العلميين بكثره هذا الاختبار. اوكي سو اذا نقراو ان شاء الله الاختبار تاعنا، وما زلت عندي هنايا ابليكيشن لاتر، دوك نحلوه مع بعضياتنا. اسنا نوريهولكم هاي ليك، هاي ابليكيشن لاتر، دوك نشوفوها ان شاء الله ونعرفوا. هذه ماشي ابليكيشن لاتر، كي نقراوها نعرفوا النوع نتاع اللاتر وشنو هي. اوكي سو يلا نبداو على بركه الله تلاميذي. اذا ماكش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس باش كي ندير حاجه توصلك انت الاول، وان شاء الله كاين فيديوهات رائعه راح تجيكم ان شاء الله. يلا دير جينا، I'm very pleased that we're going to be friends. أنا بزاف مسرور خاطش راح نوليو أصدقاء. In this first email، ها نسطر على كلمة email، I'll write a few words about myself. راح نهضر بعض كلمات على نفسي. My name عفوا My name is Eliza. I'm 16 years old. عمري 16 سنة. I go to the first general secondary school in Beverly Hills. يعني هنايا راهي تقرا في السكندري سكول. I choose a normally ناقصه او هنا. I choose a biology class. Yes, biology class because I like biology and chemistry. كيمستري اللي هي الكيمياء البيولوجيا. yes I dislike history. انا اكره الهيستوري التاريخ because it's difficult to memorize facts and dates. خاطش صعيب ان نحفظ نحفظ الحقائق والتواريخ. I usually go to school by bicycle. انا دائما اذهب الى المدرسه بالدراجه. When the school finishes I usually join my friends in the club. نروح أنا وأصدقائي للنادي. There يعني في النادي تلاميذي. We spend our free time playing the piano. نقضي أوقاتنا، يعني نقضي الأوقات الفراغ تاعنا في العزف على البيانو. I live with my family in the Beverly Hills. هذه المكان يعني واسمها هكذا. اوكي انا اعيش مع العائله تاعي. A town in the western part of Los Angeles. ها قال لك هذه مدينه في لوس انجلوس. In the USA في الولايات المتحده الامريكيه. My house is situated in the outskirts yes of the town. And it takes a lot of time to get to the town center by bus. يعني هنا تدي بزاف الوقت باش نوصلوا للتاون، يعني السنتر فيل بالباسي بالحافلة. اوكي صح. My father has his own business. يعني بابا عنده العمل الخاص تاعو. And my mother is a housewife. وأمي ربة منزل. اوكي okay. I also have a sister. عندي أخت. Who is still a student at university. راهي مازالت تلميذة في اليونيفرسيتي. My house is huge and beautiful. المنزل تاعي راهو بزاف huge و beautiful. I am a pet lover. يعني أنا أحب الحيوانات. أحب الحيوانات. I have a dog. لدي dog يعني كلب. A cat قطة. A canary و canary and two fish وسمكتين. They need a lot of attention. خاصهم الاهتمام بزاف. شكون they؟ من هم they؟ Yes. Therefore I regularly feed them.
وبعد تيك نوكلهم يعني نعطيهم الطعام في them. I play with my pet very day. نلعب مع البيتس نتاعي very day. Every day عفوا. I am ولا I am looking forward to hearing from you soon. نستنى اني نسمع من عندك يعني قريبا. بس وشز بالتوفيق. Yours إليزا. صديقتك المخلصة إليزا. صح. أول حاجة لازم نفهمها يا تلاميذي يا أعزائي إليزا. وش هي؟ واسمها سندر. المرسلة. المرسلة. ديفون قولولها سندر. ديفون قولولها رايتر التي كتبت الرسالة. التساوي تاع رايتر هي أوثر. أوثر. أوكي. الكاتبة. هذا جين هذا. واسمه ريسيفر. المتلقي الذي بعثنا له الرسالة. وهذه رسالة انفورمال. هذه انفورمال لاتر. رسالة غير رسمية. كيفاش عرفناها؟ ما كانش العناوين الادريس. ما كانش الادريس لا تاع الريسيفر لا تاع السندر. عندنا دير جين. دير صديقي فقط. اوكي. وهنايا عندنا اسم فقط. ما كانش اسم ولقب. صح. هذا ما يميز الانفورمال لاتر. اوكي. اندرلاين ذا كوريكت انسر. ذا تكست از. يعني ذا تكست از a test email, an introductory email, business email. ما هوش business email وما هوش a test. إذن an introductory يعني جاي من introduce يعني التعريف. التعريف ب أو التعارف أو حاجة. يقول لك زعما email نتعرف عليها لا يا صديقي. أوكي. إذن هذه هي الصحيحة. Okay. Say whether the following statements are true or false. خلاص. Elise is a high school pupil. Listen, تلميذي. Secondary هذه معناتها high. ها. يعني مدرسة عليا. High. إذن true. True. Elise hates history because it is difficult. Yes, true. True, difficult, صعبة للحفظة. Elisa and her friends spend their free times playing the guitar. Not guitar, هي piano. Even false. Okay, صح. Elisa's house is very big. Yes, true. علاش؟ خاطش very, very big. A strong adjective تاعو هو huge. خاطش هذه base adjective. Okay. أحسنتم. يلا. Answer the following question according to the text. Who is the email recipient? من هو مستقبل الإيميل؟ رح نقوله he is لا اسمعوا. نقوله the recipient is جون. جين عفوا. جين. اوكي. The recipient is Jane. Does Elisa like animals? رح نقوله yes she does. خاطش هنا قلت I am a pet lover because she is a pet lover. Okay, أحسنتم. How often does Elisa play with her pets? يعني how often؟ راح نجاوب هذوك تاع she sometimes, she always, she blah blah blah. نشوفوا هنا شا قالت. هاي. وش قالت وش قالت وش قالت؟ I play with my pets every day. هنا عندنا every day. Okay, خلاص. راح نقولوا she plays. ها. ترجع لي الاس هنا بليز. خاطر دخلت الدز على السؤال. ترجع الاس في البليز. اها. شي بليز ويذ هير بيتس افري اس نو يس هذه ال افري داي. ها افري داي. خلاص تلاميذي احسنتم. نروحوا للجزء الاخر هنايا. يس اس نو. شوفوا اسكو هذه هي ولا لا. يس هذه هي. يعني in which paragraph is it mentioned that Elisa takes care of her pets. Pets. Yes.
شوفوا هنا وضع هي هاي وين ذكر الباتس تاع إليزا. شوف نروحوا ساعة نشوفوا النص حال فين باراغراف. اوكي عندنا هذه شوفوا كي تلقاو هذا الفراغ هنايا هذا الفراغ هنا تسمى هذه باراغراف واحد. زيد من هنا حتى لهنا او راهي يس حتى لهنا فراغ حتى لهنا ما عنديش بياض اخر عندي غير هنا برك لهنا اذا هذه اثنين. زيد عندي بياض هنا حتى لهنا هذه ثلاثه عندي بياض هنا حتى لهنا هذه اربعه. خلاص باش تعرف كيفاش تقسم النص ماشي تقول لي مس هذه هذوما وحدهم وهذه وحدها لا نخدموا بالبياض هذا. اوكي سو وراها البات 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 ذكرت هنايا البات ها يعني في الباراغراف الاخر طول في الباراغراف أربعة. اوكي اذا هنايا نقولوا ان باراغرافي فور برك ها نكتب هنا ان باراغراف فور. اوكي ان باراغراف فور وات اور هو دو ذا اند لاين ووردز ان ذا تكست ريفير تو. عندنا وي من وي هنايا في النص نشوفوا هنايا وي شكون هما في النص. شوف عندنا وي هنا اي ام فيري عندي اي صحه زيد استناو تشوفوا استناو عندنا ذير عندنا ذي هذو من المسطر تحتها استناو تشوفوا اندرلايند عندنا وي وراهي وي تلاميذ هنايا وراهي وي 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 وريز وي وريز وي وريز وي هاكو تشوفوا في وي استناو نحوسوا على وي هاي ليكم تلاميذي وي هاي في البداية في البداية تاع النص ما شفتهاش. I'm very pleased that we're going to be friends. راهي تهضر على تهضر هذه إليزا تهضر مع جين إذا هنا نكتبوا إليزا and جين هاي إليزا and جين there هاي there قلت لكم قبيله there يعني هناك there ها المكان نقصد بها المكان يعني الكلاب النادي اذا نحول هنا the club خلاص هو قال لك ديجا في باراغراف نمبر 2 يلا عندنا الاخرى they شكون they need a lot of attention يعني تحط على حاجة وقلت باللي لازمها الاهتمام شكون هما fish two fish a canary a cat a dog شكون هذو bats ما نكتبوهمش كامل نكتبو bats الحيوانات خلاص. اذا نروحوا للي بعده text exploration Match words with their synonyms. عندنا dislikes, situated, outskirts, town, located, city, heights, countryside. صح. Dislike. ال يعني أكره. راح نربطها ب heights. وراهي هاي. ما نحبش. Situated. عرفناها في السنة الرابعة. Located. صح. Town. City. تاون سيتي كانت تساعد اللي هو الريف راح نربطها مع هذه الريف. اذا تلاميذي نجيو هنا للتمرين اللي بعده شوفوا هذا التمرين واش يقول لك classify the words according to the stressed syllable. صح stressed syllable نفهمكم فيها هي الشده هكذا احنا في العربيه شده عندنا شده تعرفوها احنا في اللونجلي عندنا هذه الشده يعني الشده في المقطع في الكلمه وين طاحت كما هنايا كنكت كنكت ميم كي تنطقها كنكت كنكت ها تلقيها في تلقيها هنايا ها كنكت في البارتي الزاوج نتاع الفعل ميس كيفاش عرفتيها جات هنايا كنكت هنا كنكت الثانيه ها كنكت كنكت صح. شوفوا في الفيربس تيجي في الشطر الثاني في الشطر الثاني صح في الاسماء كيما تنس 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 تجي في الشطر الاول في الشطر الاول تنس اوكي صح الاسماء والادجكتيف وال صح تجي في الاول بصح في الفيربس تجي في الشطر الثاني صح انتم حافظوا برك الفيربس في الشطر الثاني الباقي في الشطر الاول answer او فيرب ديجا ويندو وي
اي الشباك او الطاقه ولا ها في الاول. اوكي انتم صنفوهم هنايا بعد تيك صح. stressed on the first syllable. first syllable ها هي عندنا هذه في الفيرست وعندنا هذه في الفيرست. في السكند سيلابول عندنا هذه وعندنا هذه في السكند سيلابول. خلاص احسنتم. يلا نروحوا هنا للثلاثه في in the blank صح. نكتب هذو استناو تشوفوا عندنا هنايا التينس تينس باش نصوره ونحطه في صفحة على الفيسبوك. صفحة الفيسبوك اللي حاطة فيها الوضعيات الإدماجية سنة أولى ثانوي. صفحة الفيسبوك اللي حاطة فيها الدنيا كامل اللي مازال معرفش أو اللي مازال ما درناش لايك وفولو فولو يعني فولو للصفحة تاع الفيسبوك تاعنا يجري ويروح يديرنا متابعة. راني ندير في اللايفات. لو البارح درت لايف في الفيسبوك درت لهم سوجي زوج لايفات الاولى ثانوي. اوكي الصفحه تاعي واسمها تيتشر ماضي برك. اكتب تيتشر ماضي تخرج لك هذيك الدائره الزرقاء وفيها هنايا اطفال. اوكي ها ها تيتشر ماضي. اوكي احسنتم. روحوا لهنا fill in the blanks يعني نعمروا هذه الفراغات with the right model must have to mustn't needn't don't have to ولا doesn't have to صح. قالت لي تلميذه يا ميس نقدروا نديروا haven't no. شوفوا عندنا اول حاجه شوفوا اللي نعبروا بها على obligation obligation يعني الالزام ضروري حاجه ضروريه راح نقولوا must ولا have to ولا need to خلاص صح. absence of obligation يعني غياب الالزام راح نقولوا شوفوا don't ولا doesn't have to. اوكي ولا نقولوا need to. اوكي هذا ما غياب الالزام. prohibition راح نقولوا mustn't المنع صح. كي نقرا الجمله هذه كي نفهمها نعرف واش نحط. he smoke here it's not allowed. هاو قال لك ماشو allowed it's not allowed يعني هنا راح نحط له mustn't ممنوع منع ها منع. هنايا you buy meat لحم we already have some ديجا عندنا شويه صح يعني نقول له you don't have to buy meat we already have some. excellent. اذا نروحوا للاربعه. join the pair of sentences using one of the following conjunctions both and either or neither nor صح. she is polite she is funny تما هي في زوج polite و funny راح نقولوا she is both لازم الاز هذه مع الفاعل. she is both polite and اكتبوا and ها and funny. اوكي the milk isn't hot isn't sweet يعني نفي مزدوج يعني نحطو neither nor نتاع النفي. اصلا neither nor هي نفي اذا اور هي اختيار لازم وحده منفيه وحده ماشي منفيه نستخدم اذا اور. اوكي ان شاء الله يعني باقي يعني لو كان تروحوا للصفحه تاع الفيسبوك تلقى واحد اللايف نشرح فيه اذا اور هذه. اوكي صح معليش. The milk isn't hot, the milk isn't sweet. راح نقولوا the milk is. is لازم is. neither. hot nor sweet. خلاص؟ neither hot nor sweet. هاي the milk is صح. fill in the gaps with words from the box downtown usually week house my father works in an office he is an accountant my mother does not work she takes care of the she takes care of the house
يعني واحد هو الهاوس هنايا هاوس. اوكي صح. زيدو she always wakes up at 6:30 to prepare their breakfast. My father and brother Ted never wake. هم ينوضوا before 7 wake. ينوضوا before 7. Ted who is a student. خوي هذا ولا مع البيش كل هو Ted who is a student at the Department of Economics. Economics ها قالت لنا usually وقعدت لنا داون تاون. اذا راح نقول هنايا داون تاون. اوكي takes the bus to the university my father goes usually on foot. My father normally هنايا نقولوا my father usually goes not my father goes usually. اوكي okay. goes we works hard all day. اسنا وانا غلطنا تلاميذي. شوفوا هنايا قال لك ايكونومكس يعني ديبارتمون تاع الاقتصاد هذه صح. هنايا نقولوا usually takes هاي هاو الفعل takes هنا يحطوا usually يعني هو عادة يأخذ القطار إلى الجامعة. حبيبي my father goes downtown ها on foot يعني بابايا يروح للداونتاون بالقدمين. he works hard all day يخدم يعني بصعوبة طول اليوم. اوكي تلاميذي اوكي حسنا خلاص. هنايا يقول لك في الباراجراف introduce yourself age school favorite subject describe your regular activities using the appropriate frequency adverbs introduce your family father mother sister brother والسلام. يعني هنايا تلاميذي غادي نديروا وضعيه نهضروا فيها على getting to know each other يعني نبعث لزميلي. اوكي هاو قال لك هنايا imagine you received the email of Eliza ونبعث لها ايميل واحد اخر. ندير نفس الباراجراف اللي في النص دوك نبعثها لك نخليها فوتو في اخر الفيديو هكذا. كيف هذه topic 2 هنايا قال لك سوشيال بلاتفورم بلا 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 ليسونسييل هنا في الاخر واش قال لك قال لك هنايا write a short paragraph in which you talk about your best social platform يعني فيسبوك انستغرام يوتيوب اكسترا. نخليها لك فوتو في اخر الفيديو وراهم كاينين في صفحه تاع الفيسبوك تاعي تيتشر مادي. ادخل للصفحه فقط تيتشر مادي تلقى الدنيا كامله. اوكي اذا عجبك الفيديو اوكي don't forget a like. اوكي good bye good luck.